السلام عليكم. لو انا عندي بول لاين بالشكل دوت وعايز ابدا احوله لضغط، فباجي هنا بلاقي عندي اداه اسمها بول لاين 3 دي فيل، ببدا اختار البول لاين وهو بيبدا يظهر لي في الستارت اوبشن انت عايز تشتغل على ايه، وليكن مثلا اتش فاك، وليكن مثلا سبلاي. هتبدأ تختار لو في جروب او في استيميتنج معين انت عايزه، عايز انت الضغط دائري ولا ركتانجل او اوفال زي ما انت عايز. تمام، ممكن تقول له انا عايز اختار ركتانجل مثلا. تمام، تختار قيمة معينة هتقول له اوكي وتبدأ تختار الضغط، هو يروح محوله لك بشكل دوت.